أول فتاة مصرية حصلت على إجازة الطيران في عام 1933، وثاني امرأة في العالم تقود طائرة بمفردها، وكان رقمها 34 في قائمة الحاصلين على هذه الرخصة في مصر. كابتن طيار لطفي النادي ولدت في القاهرة عام 1907، التحقت بالتعليم النظامي في وقت كان التعليم حكراً على الفتيان، وبعد تأسيس مدرسة مصر للطيران في ألماظة عام 1932 راودها حلم الطيران حتى قررت السعي إلى تحقيقه. ذهبت لطفية للالتحاق بالمدرسة على الرغم من أن ذلك حينها كان أمراً حديثاً. عملت لطفية سكرتيرة بمدرسة الطيران لتأمين النفقات، وكانت تحضر دروس الطيران مرتين أسبوعياً دون علم والدها، حيث تلقت 67 ساعة من التدريب على يد معلمين أجانب ومصريين، إلى أن حصلت على إجازة الطيران في عمر 26 عاماً. بعد هذا الإنجاز أصبحت لطفية النادي حديث الساعة، تصدرت عناوين الصحف المصرية بوصفها أول قائدة طيران في البلاد، ما أثار غضب والدها. الروايات تقول إنها عملت على إرضائه بالتحليق به فوق القاهرة والأهرامات عدة مرات، ولما رأى جرأتها وشجاعتها أصبح أكبر المشجعين لها. توالت إنجازات كابتن لطفية إلى أن تقاعدت عن الطيران. عقب ذلك تم تعيينها بمنصب سكرتير عام نادي الطيران المصري الذي أسهمت في تأسيسه وإدارته. أنهت مهمتها في النادي وسافرت إلى سويسرا. عاشت جزءاً كبيراً من حياتها في الدولة الأوروبية، إلى أن توفيت في القاهرة عام 2002 عن عمر ناهز 95 عاماً.